خلينا دلوقتي نستقبل عبر الهاتف أستاذ طارق هاشم، عضو مجلس إدارة نادي المصري. مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، اهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين لقناه بشكر الاهلي. حضرتك جدا واهلا بيك. عايزين نتكلم عن استعدادات الفريق لمباراة ريفرز في الكونفدرالية. يعني الحمد لله الفرقه طبعا عادت بسلامه الله من نيجيريا، واخدوا اجازه بالامس يوم واحد، والنهارده دخلوا معسكر مغلق في استاد برج العرب، ويستمر طبعا المعسكر لحد يوم المباراة. إن شاء الله هتبقى يوم 5، هيبقى يوم الأحد إن شاء الله بإذن الله. هل يعني هيكون في بعض الغيابات في الفريق قبل المباراة ولا كل اللعيبة جاهزة ومستعدة؟ هو لو كان في المباراة اللي فاتت كان كريم العراقي مصاب، وأعتقد إن هو تمثل للشفاء تماما، وإن شاء الله بإذن الله الفرقة تكون كلها موجودة بإذن الله في المعسكر وفي المباراة القادمة بإذن الله. وهيبقى يعني لو في حاجة بسيطة مثلا، بس هم بيجهزوا لسه، أنت عارفة النهاردة 2 في الشهر، يعني لسه إن شاء الله يومين كمان على المباراة إن شاء الله بإذن الله، ويبقى مفيش أي حاجة إن شاء الله، كل اللعيبة هتبقى متواجدة بإذن الله يعني في المباراة القادمة إن شاء الله بإذن الله. طيب هل المباراة هتكون بحضور جماهيري؟ والله احنا يعني طلبنا ان طبعا يكون في جماهير للمباراه، لكن طبعا الـ في امور تبقى خارجه عن اراده اي حد طبعا، واتحاد الكره بعت لنا فاكس بناء على تعليمات الامن ان الدخول هيكون قاصر على مجلس اداره الفرقتين، يعني مجلس الاداره فقط والمنظمين والاداريين والاعلاميين للمباراة. طيب استاذ طارق، لو هنتكلم عن طموح المصري من بطولة الكونفدرالية، يعني ايه الطموح اللي انتوا عايزين توصلوا له؟ ايه طموحكم كمان من هذه البطولة؟ طبعا هو اي طموح لاي نادي طبعا الفوز باي بطولة. احنا طبعا طموحنا من البداية خالص، واحنا طبعا كنا يعني في بداية مجلس الادارة، يعني الحمد لله احنا لعبنا 5 سنين في الكونفدرالية، مربع ذهبي، نهائي كاس سوبر، نهائي كاس مصر، بس نفسنا طبعا ناخد اي بطوله، فان شاء الله باذن الله بنحاول. طبعا معانا جهاز فني على اعلى مستوى، معانا لعيبه محترمه، فباذن الله ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا كده ونعدي دور ال32 مقرر ونخش دوري المجموعات. فطبعا الحاجات دي كلها بيبقى ليها ترتيبات واستعدادات غير اي حاجه تانية. فباذن الله يعني احنا كمجلس اداره رئاسة المهندس تامر حلبيه، كل حاجه متوفره حاليا دلوقتي للفريق وللجهاز الفني، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نكلل كل تعبنا وتعب مجلس الاداره بالكامل للبطوله، بحيث ان احنا نفرح جمهورنا المحترمه العظيمه اللي موجوده اهلنا هنا في بورسعيد. بشكرك جدا يا كابتن، وان شاء الله كل التوفيق للنادي المصري. بشكرك جدا كاستاذ طارق هاشم، عضو مجلس اداره نادي المصري. بشكرك جدا على وجودك معنا.